سأذهب للدكتور أيمن. دكتور أيمن محسب، لو حضرتك لازلت معنا وأتمنى ذلك، فكرة أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يحول دون نفاذ بعض التيارات أو بعض المنتسبين لبعض التيارات إلى داخل قبة البرلمان، وهذه تشكل ضمانة حتى على المستوى المجتمعي، كيف تترجم هذه الفكرة التي صيغت بهذا الشكل ضمن نظام العمل بالقائمة المطلقة؟ الحقيقة طبعا ده كلام عارف عن الصحة تماما، وانا بأيد سيادة النائب إيهاب الطمام في كلامه كله بالفعل. هو بالفعل احنا اكبر تمثيل حزبي في مجلس النواب تم هذا في هذا البرلمان، وكان الفضل يرجع الى القائمة المغلقة المطلقة بحقيقة شديدة جدا، لان فعلا بالفعل في احزاب ليس لديها من القوة ان تقوم مقام بدون الائتلاف طبعا، يعني ان تقوم وتواجه احزاب اكبر منها حيث الامكانات ايا كان عددها او امكانياتها المادية في انها تقدر تاخد حتى كرسي واحد في البرلمان. لا، الحقيقه هذا الائتلاف خير دليل على ان هذه القائمه هي الحل شبه الوحيد، لان احنا نقدر نعمل الاستحقاقات الدستوريه اللي عندنا، وان احنا نقدر نضمن ان هناك تمثيل حزبي جيد وكبير يعول عليه المواطن المصري اساسا. فلا الحقيقه طبعا انا يعني هذه الكلمات التي اديرت في ان هذه القائمه تهدر اصواتا او لا تضمن تمثيلا حزبيا، هي تتحدث عكس الحال او عكس الواقع بالتحديد. المقارنة بين فكرة هدر الأصوات والرد عليها بواقع أن حتى في النظام الفردي إذا خسر المرشح ببضعة أصوات هو أيضا سيفقد حظوظه في الوصول إلى البرلمان. صحيح، ده كلام ما فيش فيه خلاف الحقيقة. ما هو فعلا سيادتك لما بتشوف المرشح الفردي بيمكن يخسر كل مقعد كله على صوت واحد. صحيح، دي حقيقة مؤكدة. ويكون هو قد يكون أفضل من الذي مثلا كسب، يعني من وجهة نظر المواطنين في هذه الدائرة مثلا. لا الحقيقه فكره ان احنا نعتمد على النظام الفردي بشكل مطلق، او ان احنا نبتدي نرجع تاني ونعود للاشكاليه الدستوريه اللي اثرتها المحكمه الدستوريه في 84 و87 حول القائمه النسبيه، اعتقد ده كلام ان احنا نعود الى الوراء ولا نتقدم يعني الى مستقبل انتخابي اذا صح التعبير يعني.